كانت ولا زالت فرشاة الفن الشعبي تنثر إبداعاتها الفنية في تجسيد ومحاكاة الروابط الأخوية لجغرافية حضرموت الأرض والإنسان. وما ترجمته المناسبة الصيئونية الكبرى مطلع المطالع إلا تعزيزا على تلك الرسالة السامية بمشاركة أكثر من 12 فرقة فنية من مختلف ربوع حضرموت. والعلاقة هذا تربطنا احنا من عام 2005 ولا زالت العلاقة مستمرة بمطلع المطالع، وفي هناك زيارات متبادلة برضو عندنا نحن زيارة سالم بن عمر، ينزلون لعندنا هناك زيارة سالم بن عمر مثل ما ننزلنا نحن عندهم في زيارة مطلع المطالع، وإن شاء الله الله يدوم الفرح بيننا وبينهم. ومن بين زحام المشاركين في مطلع المطالع برزت العلاقة الثنائية لحافة الحوطة بسيئون وحافة المجرف بالشحر، والتي رسخت دعائمها العلاقة الفنية المتبادلة الممتدة لأكثر من 15 عاماً من المشاركات المتبادلة في الفعاليات الفنية والثقافية للمدينتين ودورها في ترسيخ واحدية حضرموت ونسيجها المترابط. هذه الحافة بمدينة الشحر، حافة المجرب من مقدمها الوالد سعيد بن عويش، سعيد فريد بن عويش، هو يعني علم من أعلام الشحر، وهو ما شاء الله لحنا بيننا وبين الحويف أجمع لي في الشحر كلها لنا علاقة بها، وكان بالأمس عندنا من مدينة المكلا حافة الشهيد علي الشهيد خالد، والحمد لله نحن علاقتنا وطيدة مع الحويف كلها بالساحل والوادي، والحمد لله قلوبنا مفتوحة على مصراعيها لكل فرد من أفراد المجتمع. ويا للعدد أمس وشاركنا نحن يوم الخميس، واليوم هذا شاركنا، وهذا أفراح كبيرة، وهذا الأفراح ما شاء الله تعد لها وتخط لها وتعمل خطة لها، وهدفها أفراح للمواطنين، أفراح للحضرموت سواء كان الساحل أو الداخل. وتحظى محافظة حضرموت بتنظيم العديد من الزيارات والفعاليات السنوية في عدة مناطق متنوعة وإبرازها للفلكلور الشعبي الفني، فضلا عن تنشيط السياحة الداخلية وإنعاش الحركة الاقتصادية للمنتجات المحلية.